أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية صوماليلاند نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم ومشاركة له في اليوم الوطني للنظافة. حرم رئيس الجمهورية السيدة آمنة حاجي محمود جردة آمنة ورس وبرفقتها وزير وزارة الصحة ومشاركة لهما باليوم الوطني للنظافة. مشاركة عدد من أعضاء مجلس الوزراء ومشاركة لهم في حملات التنظيفية باليوم الوطني للنظافة. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه أبرز عناوينا، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. شارك اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته عدد كبير من الوزراء، شاركوا مع مواطني وأبناء جمهورية صوماليلاند بالحملات التنظيفية لليوم الوطني للنظافة. شارك اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم وبرفقته عدد كبير من الوزراء، من بينهم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد طاهر عكسي، ووزير وزارة الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورنا ووزير قصر رئاسة الجمهورية معالي حرسي حاجي علي حسن ومسؤولين آخرين. شاركوا مع الآلاف من مواطني العاصمة في الحملات التنظيفية بمناسبة اليوم الوطني للنظافة. تحدث في هذه المناسبة وزير قصر رئاسة الجمهورية، أشار من خلال كلمته إلى أهمية النظافة بشكل عام، وتطرق أيضا معاليه إلى أهمية الحفاظ على المنظر العام للمدن في صوماليلاند. وتحدث رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم، أشار من خلال كلمته إلى أهمية النظافة للفرد والمجتمع، وإن النظافة من الإيمان، وحث المواطنين صوماليلاند على أهمية المحافظة على النظافة. وتحدث وزير وزارة الشؤون الداخلية بكلمة أشاد من خلالها بمواطني صوماليلاند ومساهمتهم الفعالة في الحملات التنظيفية بمناسبة اليوم الوطني للنظافة. وتحدث نائب عمدة العاصمة، شكر من خلال كلمته فخامة رئيس الجمهورية لمشاركته أبناء صوماليلاند بمناسبة اليوم الوطني للنظافة، وتعد هذه الحملة التنظيفية الأهم والأوسع الحملات التنظيفية في صوماليلاند والتي شارك فيها مواطني صوماليلاند كافة. وعلى صعيد آخر، قام فخامته بمشاركة مواطني منطقة إبراهيم كودبور بمناسبة هذا اليوم. وتحدث في هذه المناسبة أحد أعضاء المجلس المحلي، شرح لرئيس الجمهورية مجهودات أبناء المنطقة وتكاتفهم في إنجاح في هذه الحملات التنظيفية. وتحدث وزير وزارة الشؤون الداخلية، شكر من خلال كلمته أبناء المنطقة على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الحملات التنظيفية. شاركت اليوم حرم رئيس الجمهورية صوماليلاند السيدة آمنة حاجي محمود جردة آمنة ورس ويرافقها وزير وزارة الصحة بجمهورية صوماليلاند معالي سليمان عيسى أحمد حقلة توسيه وعدد كبير من المسؤولين وموظفي وزارة الصحة في الحملات التنظيفية في العاصمة هرقيسة. شاركت اليوم حرم رئيس جمهورية صوماليلاند السيدة آمنة حاجي محمود جردي ورافقها كل من وزير الصحة بجمهورية صوماليلاند معالي سليمان عيسى أحمد حقلة توسيه ورؤساء الأقسام المختلفة في الوزارة وعدد كبير من الموظفين شاركوا في حملات النظافة العامة والتي تم إقامتها اليوم في كافة أقاليم صوماليلاند المختلفة. شارك في هذه المناسبة المدير العام بوزارة الصحة دكتور يوسف أحمد علي وعدد كبير من مسؤولي الوزارة. هذا وقام المسؤولين المشاركين في هذه الحملات بعملية التنظيف في عدد من الأماكن العامة منها ساحة الحرية والمشفى العام بالعاصمة وعدد آخر من المناطق. هذا وتحدث بكلمة لوسائل الإعلام وزير الصحة، أشار من خلالها إلى أهمية هذه الحملات التنظيفية ودورها الهام في المحافظة على الصحة العامة للمواطنين وكذلك المحافظة على المنظر العام للوطن. وعلى صعيد آخر، قامت حرم رئيس الجمهورية خلال مشاركتها في هذه الحملة التنظيفية قامت بجولة تفقدية إلى وزارة الصحة والمشفى العام، حيث استمعت من مسؤوليه إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة والخدمات التي يقدمها المشفى، حيث قامت هذه الجولة مشيا على الأقدام ويرافقها وزير وزارة الصحة والمدير العام للمشفى العام بهرقيسة ومسؤولين آخرين.
شارك اليوم وزير وزارة الطيران والملاحة الجوية بجمهورية صوماليلاند معالي محمود حاشي عبدي، ويرافقه مسؤولي الوزارة ورؤساء الأقسام فيها شاركوا بالحملات التنظيفية لليوم الوطني للنظافة. شارك اليوم وزير وزارة الطيران والملاحة الجوية بجمهورية صوماليلاند معالي محمود حاشي، ويرافقه عدد من المسؤولي الوزارة رؤساء الأقسام فيها والموظفين، شاركوا باليوم الوطني للنظافة التي تقوم بها حكومة صوماليلاند من خلال الحملات التنظيفية الموسعة في كافة أقاليم البلاد. وقام معالي وزير وزارة الطيران والملاحة الجوية بالمشاركة في هذه الحملات في منطقة محمود هيبة. تحدث بكلمة وزير وزارة الطيران أشار من خلالها إلى أهمية هذا اليوم لمواطني صوماليلاند، وتحدث المدير العام بوزارة الطيران بكلمة أشار من خلالها إلى أن عدد الموظفين الوزارة والذين شاركوا في هذه المناسبة بلغ عددهم 240 موظفا من الوزارة وموظفي إدارة مطار عقال الدولي. وعلى صعيد آخر، قام المدير العام لوكالة المياه الوطنية ويرافقه المسؤولين الآخرين شاركوا باليوم الوطني للنظافة. وتحدث في هذه المناسبة المدير العام لوكالة المياه الوطنية سعادة إبراهيم سياد يونس بكلمة حث من خلالها الموظفي الوكالة الذين شاركوا في هذه الحملات التنظيفية في منطقة محمود هيبة بأهمية المحافظة على النظافة العامة، ليس في هذا اليوم فقط بل في جميع أيام السنة، لأن النظافة من الإيمان. قام اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي بالمشاركة في اليوم الوطني للنظافة مع الموظفين ورؤساء الأقسام المختلفة بالوزارة. قام اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي بالمشاركة في اليوم الوطني للنظافة مع موظفي الوزارة ورؤساء أقسام المختلفة. وفي كلمة لوزير وزارة الإعلام والتوعية والتراث بجمهورية صوماليلاند معالي عبد الله محمد طاهر عكوسي حث من خلالها باهتمام بالنظافة العامة في الوطن، وأشار إلى أن هذه الحملات التنظيفية جزء من عملية التنمية والتطوير في الوطن وبكافة أقاليم البلاد، وأشار أيضا إلى أهمية النظافة نظرا لأن ديننا الحنيف حث عليها، مشيرا كذلك إلى أن النظافة من الإيمان، وشكر كافة المواطنين على المشاركة في هذه الحملة الوطنية للنظافة. شارك اليوم وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية معالي حسين عبد دعالي، ويرافقه وزير الدولة للوزارة ومدير العام فيها، شاركوا في الحملات التنظيفية التي تقام اليوم في كافة مناطق العاصمة. شارك اليوم وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية معالي حسين عبد دعالي وبرفقته وزير وزارة الموارد المائية ووزير وزارة الزراعة وعدد كبير من الشركات المخصصة في مجال النظافة، شارك في حملات النظافة العامة التي قامت اليوم في كافة أقاليم صوماليلاند المختلفة، حيث توجه المسؤولين المشاركين في هذه الحملة التنظيفية إلى منطقة أحمد دقح وعدد من الأماكن العامة بالأقليم. وفي كلمة لوزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية معالي حسين عبد دعالي أشار من خلال حديثه إلى أهمية هذه الحملات التنظيفية التي تساعد في قضاء الميكروبات والتقليل من إصابة بالأمراض المتنقلة، وناشر من خلال حديثه كافة مواطنين بأن يشاركوا بمثل هذه الحملات التي تحافظ على صحتهم وكذلك تلعب دورا هاما في تحسين مظهر العام للوطن. وتحدث هناك أيضا محافظ أقليم مروض الجيح والسكرتير العام للإقليم وعمدة منطقة أحمد دقح، شكروا من خلال كلمة وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجميع الوزارات التي شاركت بهذه الحملة التنظيفية. وعلى صعيد آخر، شارك وزير وزارة الأشغال العامة معالي عبد الرزاق خليف أحمد ونائبه بحملات التنظيفية التي قامت بالوزارة والمناطق المجاورة لها وبمنطقة أحمد دقح. وتحدث بكلمة وزير وزارة الأشغال العامة معالي عبد الرزاق خليف أحمد، أشار من خلال كلمته إلى أهمية هذه الحملات التنظيفية التي أقيمت بكافة أقاليم ومقاطعات البلاد، وشكر كافة من شارك بهذه الحملة من مسؤولين وموظفين ومواطنين للحفاظ على النظافة العامة وتحسين مظهر العام للبلاد. شارك اليوم مدير عام المطبعة القومية بجمهورية صوماليلاند ويرافقه مدير صحيفة داون الحكومية، شاركوا في اليوم الوطني للنظافة. شارك اليوم مدير عام مطبعة القومية بجمهورية صوماليلاند ويرافقه مدير عام صحيفة داون الحكومية، شاركوا اليوم في اليوم الوطني للنظافة وتحسين المناظر العامة للمدن في جمهورية صوماليلاند. شارك في هذه المناسبة أيضا مسؤولي من صحيفة داون والمطبعة القومية، وتحدث بكلمة كل من مدير عام المطبعة القومية وصحيفة داون الحكومية، أشاروا من خلال كلماتهم إلى أهمية هذه المناسبة
التي تعد إحدى أهم الإرشادات رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم في تحسين المنظر العام للمدن صوماليلاند. وتطرق أيضا المسؤولين إلى مساهماتهم البناءة في هذه الحملات التنظيفية التي شملت كافة أقاليم ومدن ومقاطعات صوماليلاند. وعلى صعيد آخر، قام مدير عام مستشفى هرقيسة ويرافقه مسؤولين وموظفين والدكاترة العاملين في المستشفى، قاموا اليوم بالمشاركة في اليوم الوطني للنظافة وتحسين المنظر العام للمدن. وتحدث بكلمة الدكتور أحمد عمر أسكر مدير عام مستشفى هرقيسة بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية اليوم الوطني للنظافة، وأشاد أيضا في الوقت نفسه بمجهودات مواطني صوماليلاند ومشاركتهم في اليوم الوطني للنظافة. وتحدث مسؤولين وعاملين في المستشفى العام أشادوا من خلال كلماتهم إلى أن هذا اليوم يوم تاريخي، يقوم مواطني صوماليلاند بحملات تنظيفية في مختلف أقاليم صوماليلاند. قام اليوم مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمحلات التجارية بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني، قاموا اليوم بمشاركة في الحملات التنظيمية لليوم الوطني للنظافة. شارك اليوم مواطني صوماليلاند في كافة أقاليم ومقاطعات البلاد في حملات تنظيفية في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للنظافة. فبدءا من العاصمة هرقيسة التي أقام مسؤولي الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والمحلات التجارية، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني والجمعيات واللجان الشعبية في صوماليلاند، شاركوا في هذه المناسبة. وقامت شركة نشلان لينك متمثلة بموظفيها بمشاركة مواطني العاصمة هرقيسة في هذه المناسبة، حيث تحدث أحد مسؤوليها بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية هذا اليوم الوطني للنظافة. وعلى سعيد آخر، شاركت اليوم منظمة نقاد النسائية في اليوم الوطني للنظافة من خلال قيام أعضاء وموظفي المنظمة بالمشاركة في الحملات التنظيفية في منطقة قعن لباح. وتحدثت السيدة عائشة حسن أحد مسؤولي المنظمة، أشارت من خلال كلمتها إلى أهمية النظافة للفرد والمجتمع، وحثت مواطني صوماليلاند بالاهتمام بالنظافة. أعزائنا المشاهدين، كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله.